دلوقتي نروح لتقرير آخر هام، حيث أطلقت الشركة الأوروبية التابعة لمجموعة فاركو للصناعات الدوائية أحدث مضاد للفيروسات لعلاج الحالات الخفيفة والحالات المتوسطة من عدوى فيروس كورونا، واللي بتساعد إنها تقلل من دخول المستشفى والوفاة بمقدار النص. وطبعا بيأتي في إطار اهتمام هذه الشركة بمساعدة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير الهام. عندما ظهرت الأدوية الجديدة ومنها هذا الدواء اللي بنتكلم عليه النهاردة التي قد تساهم في تخفيف حدة المرض وقد تساهم في تخفيف أعراضه وقد تساهم، هم الأبحاث العلمية اللي اتعملت احنا لسه بنشتغل عليه علميا بتتكلم على انه يقلل دخول المستشفيات او يقلل دخول الرعاية المركزة وقد يقلل الوفاة بإذن الله، قد يقلل. الحقيقة احنا تميزنا من اول الجائحة بوجود كل دواء كتبناه في البروتوكول او كل دواء احتاجنا ان احنا نكتبه في البروتوكول تم توفيره بصناعة مصرية من شركات مصرية، والحقيقة ده تم على مدار الجائحة على مدار سنتين. الحقيقة الواحد كان فخور جدا بأداء الشركات الأدوية المصرية، ازاي ما فيش دواء عوزناه او دواء جديد إلا بعد شهور أو أيام من الموافقة عليه من الجهات الدولية كان بيتوفر بصناعة مصرية وبنفس الجودة، ومش عندنا بس احنا بنوفره للمصريين وبيتم توزيعه كمان للمنطقة المحيطة حوالينا. لما بنبتدي بدري في أول 5 أيام الدواء بيدي نتيجة فعالة جدا. العلاج بيبقى عبارة عن كبسولات ما فيهوش حقن، الكبسولات دي بتتاخد 4 كبسولات صباحا و4 كبسولات مساء لمدة 5 أيام. بس هي دايما اللي بنقوله ان لما بنبتدي العلاج بدري النتيجة بتبقى فعالة جدا، فدي دايما النصيحة اللي بنقولها. ما ينفعش بقى في الحالات اللي هي لو متأخرة او حالات محتاجة محتاجة رعاية مركزة او حالات مريض اتأخر في العلاج. طرحنا الدواء في طبعا من خلال هيئة الشراء الموحد ومن خلال وزارة الصحة، فهو الدواء هذا الدواء مخصوص للمستشفيات وتحت روشتة طبية مستشفيات العامة والحكومية والخاصة وفي صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية حتى يكون متوفر على مدار 24 ساعة. وبنقول للناس حتى لو كورونا في المستقبل أو غيرها ابتدت تخف، يا ريت أي مواطن مصري يجيله أي مرض برد زكام انفلونزا يلبس الكمامة هو وهو نازل. طبعا وجوده في البيت أفضل، لأن عارفين أن الأمراض الفيروسية زي الانفلونزا وغيرها سيمتوماتيك، يعني كل ما تقعد في البيت وتشرب حاجات دافية وتريح وتاخد مخفضات الحرارة ده بيديك فرصة أن أنت تخف أسرع. يا ريت كلنا نخاف على بعض ونحس ببعض بحيث أن اللي عنده شك أنه هو تعبان ولازم ينزل يا ريت يلبس كمامة عشان ما يعديش غيره.